حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحف السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الوطن والتي عنونت: الاحتلال ارتكب جرائم مروعة في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث، 100 يوم على الإبادة والعالم عاجز أمام المجزرة. وعنونت أيضا: عرنوس يشدد على تصدير المنتجات السورية إلى موريتانيا والاستفادة من التجربة الموريتانية بالثروة السمكية. أما صحيفة الثورة المحلية أيضا فجاء في عناوينها لليوم: خروج محطتي تحويل كهرباء القامشلي وعمودة من الخدمة جراء اعتداء تركي. وجاء فيها أيضا: صباغ لوفد برلماني موريتاني، ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. والآن إلى صحيفة البناء اللبنانية التي كتبت: أبو عبيدة خلال 100 يوم دمرنا 110 آليات، ولا حديث عن غير وقف العدوان. ونصر الله: الكيان يجب أن يخشى الحرب لا أن يهدد بها، لأننا سنخوضها بلا تردد. والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة The Washington Post: لا جدوى من حث الإسرائيليين على الانتقال إلى مرحلة أقل حدة من الحرب. أما صحيفة The New York Times فكتبت: القضاء يلزم ترامب بدفع 400,000 دولار لصحيفة نيويورك تايمز. وبالانتقال إلى الجارديان: قصف اليمن قد يعجل بحرب إقليمية، يسعى بايدن لتجنبها. وأخيرا مع صحيفة لوموند الفرنسية: قضية الإبادة الجماعية في لاهاي دعوة لاستيقاظ الحكومات الغربية. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية والتي عنونت: سوبر فينيسيوس حفلة مدريدية على شرف برشلونة في كلاسيكو السعودية. وتشافي: كان من الصعب منافسة الريال وبرشلونة في الاتجاه الخاطئ. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريرو دو سبورت والتي عنونت: روما لا ينهض من جديد، ميلان يفوز على ذئاب العاصمة وتستمر العقدة. وكتبت أيضا: زولا ينقذ فيورنتينا والإيطالي يكتفي بالتعادل مع أودينيزي. عجلة الزراعة مثقوبة، عنوان مقال نشرته صحيفة تشرين المحلية، وجاء فيه: جرت العادة في كل ملتقى حواري أن تكون هناك حوارات ذات شؤون وشجون، وفي كل مرة تكون شهية الحضور طاغية بأسئلة أجوبتها معروفة، أو ربما كمحاولة للبحث عن جديد قد يشكل بارقة أمل. قيل الكثير عن الاستثمار بالزراعة والتصنيع الزراعي، وبقي الكلام كلاماً، ويبدو أن من يملك المال لا يزال رأس ماله جباناً ويريد ربحه على الجاهز من دون مخاطرة، أو ربما ليس هناك بوادر تشجيعية أو تذليل لما يراه من معوقات. لذلك بقيت الحلول والصعوبات المقترحة والمقترحات أيضاً ضمن جدران مغلقة بعيداً عن الزراعة والصناعة والاستثمار. لا شك أن زراعتنا اليوم تترنح وليس بأفضل حالاتها، واستعادة عافيتها لن تكون بمسكنات وإنما بقرارات جريئة وحكيمة وفعالة، لاسيما أن أعداد الفقراء تزايدت مع خروج الكثير من الأراضي الزراعية عن الخدمة، وهذا يحتاج إلى اعتماد سياسة شاملة مفادها استثمار أي أرض في الزراعة وليس فقط في الأرياف. فهل نبدأ؟ والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث أشارت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تقول بأن غالبية مقاتلي وقادة حماس بغزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب. واستشهدت الصحيفة الصهيونية بقول المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن القسام استهدفت وأخرجت عن الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية، كما لا تزال تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر. ومن إكس نقرأ: ما هو الوقت الأسوأ خلال اليوم للعمل؟
وفي التفاصيل دراسة جديدة تجيب أيضا، تمكن باحثون من تحديد الوقت الأسوأ خلال اليوم للعمل، وذلك من حيث إنتاجية الشخص وقدرته على العطاء والتركيز، وهو ما يمكن أن يساعد الكثير من المدراء وأصحاب العمل على تعديل جدول الدوام اليومي وروتين العمل المعتاد، بما يضمن إبقاء الموظفين على درجة عالية من اليقظة والعطاء. فبحسب دراسة حديثة، فإن أوقات ما بعد الظهر وبعد تناول وجبة الغداء هي الأسوأ من حيث إنتاجية الموظف، وخلصت الدراسة إلى أن 71% من العمال يتفقون على أن وقت ما بعد الظهر هو أسوأ وقت للعمل. وملكة الدنمارك توقع المرسوم التاريخي وتتنحى رسمياً، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة، وجاء فيه: وقعت الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك مرسوما تاريخيا بالتنازل عن العرش، ما يمهد الطريق أمام ابنها فريدريك العاشر لتولي السلطة على الفور. مارغريت ذات 83 عاما هي أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش طواعية منذ نحو 900 عام، عندما تنحى الملك إيريك الثالث كي يدخل الدير عام 1146. ووقعت الملكة مرسوم التخلي خلال اجتماع للحكومة الدنماركية، وتم تقديم الوثيقة للملكة وهي جالسة إلى طاولة هائلة مغطى ببساط أحمر جلس حولها أعضاء الأسرة الملكية وأعضاء الحكومة. وللمشاهدين مع ريشة رستمي الكاريكاتور. اليوم إلى اللقاء.